ديرما لايف كلينيك المتخصصة في الطب والجراحة التجميلية وعلاج كافة الأمراض الجلدية الشائع منها والنادر، بالإضافة إلى التغذية والتخسيس والباطنة وأمراض الدم، إزالة الثالوث والأكياس الدهنية واستخلاص البلازما بجهاز CGF والكث وإعادة حقنها. ديرما لايف الأفضل في ليبيا بتقنيات متطورة في تنظيف البشرة وإزالة الشعر بالليزر وإزالة الوشم وعلاج الدوالي والتقشير، الكشف وتقنيات العناية بالشعر وأجهزة نحت الجسم وحرق الدهون وتجميدها وتحسين الجلد، كل هذا على أيدي نخبة من أفضل الإخصائيين. كما نقبل التعامل بالبطاقات المصرفية. ديرما لايف كلينيك، بوابتك الأولى نحو الجمال. قوام رشيق وجذاب؟ هل مللت من محاولة إنقاص وزنك ولم تنجحي وترغبين في إجراء عمليات شفط للدهون أو التنحيف؟ فورم لايف، أول منتج في ليبيا للتخسيس وحرق الدهون بشكل آمن وطبيعي، ومذاقه لذيذ وطريقة تناوله سهلة جدا، وذلك لأنه مكون من ماء مقطر مستخلص من أعشاب طبيعية، وبذلك فهو آمن. قدم من شركة بشاشة لاستيراد الأدوية والمكملات الغذائية. فورم لايف، طريقك الآمن للجمال. هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبتين بكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم جميعا، تابعوا فينا في حلقة جديدة من الأربعة ونص. استحشتكم هلبة 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 في نقدر نقولوا آخر ما تبقى من هالسيزن الجميل بكم وكل اللي كانوا معانا، سواء من مقدمات أو حتى الضيوف. نقولوا مساء الفل لمريوة. مساء الخيرات، استحشتك الاسبوع اللي فات. اي والله حلقتين خليتيني بروحي بصراحه، خليتي مكانك والناس هل بستحشوك بشرى. مرحبتين بكم مشاهدينا، اكيد موعدنا تجدد معاكم في حلقه جديده من برنامجكم الاربعة ونص. نتواصل معكم ساعه كامله بمواضيع متنوعه، البرنامج برعايه ديرما لايف كلينيك وايضا برعايه تاج مول.
طبعا نبدو على بركة الله حلقتنا وأهم العناوين اللي معنا. طبعا أنا لاهية في التليفون بننزل البوست هذا علاش. طبعا اليوم معنا الجميلتان اللي متعودين بهم معنا في الأربعة ونص، مريوة سادة عبير ودكتورة إيمان، ولكن خلنا ناخذوا العناوين ونشوفوا هم شن عندهم. نبدو بمسلسل غسق، مسلسل يروي ملحمة البنيان المرصوص قريبا على سلام. ايضا عبير استاذ عبير الفرجاني اليوم حتورينا فن جديد وهو فن الطين الخزفي الطبيعي. واخيرا وليس اخرا، لعبه بهويه ليبيه تحت اسم تراه على متاجر ابل وجوجل. يا ريت تشاركونا في التعليقات على البث المباشر، وايضا ابعتونا على الرسائل النصيه على 99599 ليبيانا اللي حنقروها بطبيعه الحال يا بشرى مع بعضنا. طبعا اليه الاشتراك في المسابقه، عندنا مسابقه بشرى. لكن انت اليوم جميله ما شاء الله، حتى انت والله لبس الله يبارك. انا اللون تبارك الله، خلينا نتغزل شويه في بعض اي عادي خلي المسابقه كالعاده انك تدير كومنت في اللايف في صفحه القناه، الاختيار حيكون عشوائي من الكومنتات، الجوائز حيكون مقدمات من شركه افري لتنسيق المناسبات، وايضا شركه سبيس 340 وشركه نوفا كلينيك للتجميل والعنايه بالبشره. طبعا بشرى خلينا نشوف ونبدو على بركة الله أول فقرات البرنامج. هاشتاج الجاي أقوى، طبعا هاشتاج نشرات شبكة سلام في دلالة منها على قوة الخارطة البرامجية متاعها في شهر رمضان المبارك، ولعل من بين المسلسلات اللي حتعرض بداية من شهر من الأول من شهر رمضان مسلسل غسق اللي يروي ملحمة البنيان المرصوص. التقرير التالي والتفاصيل. غسق، المسلسل التاريخي اللي يروي ملحمة البنيان المرصوص اللي خلصتنا من شبح تنظيم الدولة في مدينة سرت. المسلسل اللي أعلنت عليه شبكة سلام تحت هاشتاج الجاي أقوى سيكون ضمن خارطتها البرامجية الرمضانية، واللي حيحكي الأوضاع في مدينتي سرت وطرابلس وكيف تمت عملية تحرير المدينة من شبح داعش. ثلاثي الإنتاج اجتمعوا من جديد بعد فراق دام لبضع سنوات، إذ كتب السيناريو للكاتب الشاب سراج هويدي وإخراج المبدع أسامة رزق وإنتاج وليد اللافي، اللي استطاعوا تشكيل ثلاثي ناجح وأنتجوا مع بعض العديد من المسلسلات الناجحة خلال السنوات الماضية. الشخصية اللي أسندها لي المخرج الأستاذ أسامة رزق شخصية القائد سليمان، طبعا يعتبر الركيزة الرئيسية في توار البنيان، وطبعا بصراحة شخصية تتطلب جهد كبير جدا، وتمتعت جدا جدا بالاشتغال على شخصية القائد سليمان. إمكانيات ضخمة تم تسخيرها لهالمسلسل اللي لاقى إشادات كبيرة بعد ما تم نشر بعض من اللقطات التشويقية ليه، وفريق من الممثلين والممثلين المساعدين اللي استطاعوا تقديم الإضافة في هالمسلسل اللي يتكلم بشكل درامي على واقع مرير عاشته بلادنا، وعلى عملية قدمت فيها جميع المدن الليبية تضحيات كبيرة من أجل تخليص البلاد من شبح داعش. فعلاً هي الشخصية هذه ممكن أول دور أكشن بدرجة كبيرة، يعني أول دور لي علاقة بممكن قضية وطنية معروفة جدا في ليبيا، يعني أول عمل يعني وطني بدرجة كبيرة هربة. تختلف على كل الشخصيات اللي أديتها السنة هذه، يعني حيشبحوا مهند بشكل مختلف جدا جدا جدا. مجموعة مميزة من الممثلين الليبيين والعرب، من المنتظر أن يشاركوا في هالعمل التاريخي، وعلى سبيل الذكر للحصر الممثل المغربي ربيع قاطي والتونسي ياسين العبدلي، ومن ليبيا الممثلة القديرة خدوجة صبري وجميلة المبروك.
متشوقة جدا 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 لهالمسلسل. نفس اللي كنت بنقولها في دماغي انت. جدا بصراحة التجهيزات ضخمة وتحسي بالفعل مش جديد عليها بصراحة، مش جديد على الجروب هدايا، مسلسلات رائعة جدا. هم ثلاثي الرهيب جدا في الإنتاج الدرامي، أستاذ أسامة رزق، أستاذ وليد اللافي، وأستاذ سراج هويدي. متأكدين أن السنة هذه رمضان حيكون غير عليه سلام والجاي أقوى. غسق الملحمة الدرامية الكبيرة اللي مرت على البلاد، نسأل الله الرحمة لكل من توفاه الله فيها واللي كان يحامي ودافع على البلاد من شر داعش. نتمنى أن يكون هالعمل هذا يعني شكر بسيط جدا للناس اللي ضحت بأرواحها على خاطر البلاد، خاصة في سرت وطرابلس، بحكم أن القصة اللي طالع بها غسق بين هالمدينتين. احنا المفترض مريوة ان يكون معانا الاستاذ رمضان العريبي احد المشاركين في هالملحمه وهالمسلسل المميز ان شاء الله، ولكن صعوبه الاتصال معاه. مش مشكله، نمشوا عندنا استاذ عبي. اصلا مش موجوده في الاستوديو، استاذ عبي هي اختفت كالعادة المميزة والجميلة دائما ببسمتها وبأعمالها. بسم الله ما شاء الله عليك سدى عبير، مؤسسة أكيد شركة أويا للفنون، دائما متألقة، جمهورك الله يبارك عليه. اليوم بشيني حتتح فينا؟ الله يسلمك يا ربي، اهلا وسهلا بك. طبعا غبتي علينا قديش ليك، نورتينا ربي يعاونك منوره بوجودك يا ربي وبالاستاذه مروه. اليوم ان شاء الله حنتكلموا على فن مميز، فن طبعا عريق بالنسبه لليبيا والدول العربيه وممكن اغلب حتى الدول الاوروبيه، اللي هو الطين. احنا نقولوا له هيك بالمختصر الفخار، صناعه الفخار. حلو. الطين الطبيعي، الطين الطبيعي طبعا اغلب الدول موجوده فيه باختلاف انواعه من 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 نوع الى اخر. طبعا في الاحمر، في الرمادي، وفي الابيض. اجود الانواع الابيض، متوفر طبعا في التربه طبيعيه جدا، ياخذوا فيه تقريبا من في المنطقه، في بالنسبه نحن مدينه غريان موجود، في تونس كذلك موجود، في مصر موجود. فهذا يشكلوا فيه طبعا فيه طريقتين، اما انك انت تستخدمي الات، والالات هي زي ما نقولوا احنا زي التورنو، زي الاله اللي تلف، الاله اللي تطرح، الاله اللي تشكل، او انك انت مؤخرا طبعا لان مش كل حد يقدر الالات هي يوفرها بحكم غلائها وحبر حجمها صح كذلك صح وخطورتها، حتى خطورتها يعني، ومش سهله حتى في الشغل يعني. فكتجربتي تو انا طبعا لما جربت لقيتها صعبه شويه بصراحه، تبي جهد مع انه اغلب النساء راحوا اغلب النساء يخدموا في المجال هذا. طيب هم انا شوفوا فيهم بالضبط انه في مشاريع انفتحت في الحياش في موضوع الطين، ونشوفها ان هي حتى لو كانت الالات بدائيه شويه سدى عبير، ولكن في جهد واضح وفي شغل حلو طالع منها. ايه ما قلت لك في حاجات انت تقدري تستغني عليها، زي مثلا اله الطرح الكبيره حتى هي تبي جهد يدويه، وفي طبعا كهربائيه، لكن اليدويه مازال احسن لان بحكم يقول لك تطلع لك النتيجه افضل من الكهربائيه. حلو. احنا نستبدلوها بال آلة الطرح نتاعنا. كويس كويس. او ماكينه الرشطه الصغيره لما انت ما عادش تبيها، او حتى لو خديتي واحده خاصه ليك يمشي حالها. اي حتى هي اللي طبعا احنا اللي حنتكلموا عليه اللي هو الطين، زي ما قلت لكم الفخار الخزفي الخاص بصناعه الخزف، البورسلين والحاجات هذه، واحنا ما شاء الله قلت لك في ليبيا عندنا. وفي طبعا انواع اللي هي تجي منزليه، ايه؟ اللي هي زي مثلا النوع هذا اللي يجف الهواء ما يحتاجش فرن، وفي نوع اخر اللي هو ماركه داس ايطاليه، وفي نوع اخر اللي هو يجف الفرن المنزلي. اما الطين المستخدم اللي هو تو هذا حنوريه لكم، يعني حنستخدموه تو، واللي يستخدموا فيه في الاواني الخزف اللي هي موجوده هذه كلها، هذه كلها من يدياتك الله يبارك. بنوتي طبعا ما ذكرت يدي انا، سلمك. هداي طبيعي لكن يستخدم افران درجات الحرارة فيها عالية، عالية من 1000 إلى 1040 1050، يعني ما يجيش في الفرن بتاع البيت. لا هذا ما يجيش في الفرن بتاع البيت العادي بالنسبة للطين هذا، فزي ما قلت لك يجي ألوان وطين يعني زي اللي عندنا. بس عبير يمشي هذا قوالب فين نشوفه فيه وبيديروا زي ياخذوا قالب جاهز مثلا، كان بيخدموا صينية صغيرة صحيح، قالب جاهز يصبوا فيه المادة هذه يستنوا يجف شوية وبعدين يطلعوا ويبدوا بالتلوين بتاع. صحيح ما شاء الله عليك، هذه فكرتك هذه طبعا الغبرة بتاع واتيا، زي ما قلت لك يا إما تجي بيضة يا إما تجي رمادي يا إما تجي حمرة زي اللي عندنا احنا في ليبيا. حلو. وتعجنيها بالمية، خلطة طبعا لها زي ما تقولي مقاييس محددة باش تجيك معتدلة، زي ما نقولوا احنا متماسكة، ما تكونش زي العجينة، عجينة زي هذه لأنه صعب، هذه أنت اللي بتشكليها، وما تكونش جارية هلبة، صبيها في القوالب على قولتك زي القالب تو هذا، في معنى بشرح هذا القالب. هداي القالب وباش مدهن هذه نتيجته، هو القالب السيليكون هيكي يجي زي المدهون، ايه عرفتي باش ايه ما تلصقش فيه، تحسيه طلع في ماده زي الزيتيه صح زي الزيت، ويفضل حتى حفظه تحفظيه ببلاستيك تمام، تلفيه عليه باش ما يتعباش شعر وغبره وكذا، ايه لانه صعب يبدا بعدين في الشغل.
هذه طبعا النتيجة متاعها عبارة عن زي الحافظة صغيرة، في طبعا قوالب أخرى زي هذا القالب. إيه حتى هيك ما شاء الله. وهذا ماي هيك تشكيلهم بروحك بحكم إنك أنت في قوالب طبعا اللي هي زي هذه، شوفي تو الفرق بين هذه العجينة اللي هي اللي تجف بروحها إيه؟ وبين هذه المحروقة حرق، في حتى الاختلاف في الشكل وفي المنظر وحتى في الرزن في الكواليتي، في الكواليتي إيه؟ مختلفة. يعني هذا يتطربق، هذا يتطربق إيه وتقدري حتى عادي تقدري جربيها عادي طبعا، لأن إحنا على الهواء أصلا قولي إذا توها إيه صح على طول. عكس طبعا هادي الا لو طاحت تكسرت ها. ايه ايه تكسير عكس هادي ايه. عكس هادي حتى هذا اصلا ايه. واضح انه هو متين هذا ايه. كله بالكامل خاش للفرن عرفتي. طبعا هي يقولها مسموا فيها مرحله الحرق، توزي هادي مش خاشه للفرن، وشوفي عمليه التلصيق نتاع المقبل ايه. هادي طبعا احنا نستخدمه في لزقه من الطين البورسلين نفسه، من الطين نفسه هي حلو. عباره عن طين جاري زي ما نقولوا احنا، مش نستخدميه كغيره لنفس الشغل هذا اللي هو الطين. طبعا فيه عدة زي ما تقولي معدات، زي ما قلت لكم آلة الطرح هذه بسيطة جدا، المعدات الثانية هذه كلها حتى هي متوفرة، آلة القص، آلة التشكيل، عدة الدكتور، مجموعة فرش، عدة الدكتور، المشرط، لا أصلا تبان كل حاجات حادة، وآلة النقش كذلك. في نجول الألوان، الألوان عندنا أكثر من حاجة طبعا، عندنا الخطاطات، ميزة الخطاطات هادو ماي طبعا ما يمشوش عليه الشغل اللي بنشتغلوه هذا متاع البورسلين. ليش؟ ليش؟ لان هذا درجة الحرارة متاع درجة حرارة الفرن العادية. هذا يمشي عليه الأواني الجاهزة، يعني زي ما نقولوا الواسطة لمرحلة الحرقة هي. أنا مثلا حرقتها زي هذه تو وتيتها ونبي نخدم عليها، حتى المقات اللي عندنا عادية العادية في السوق تقدري تخدمي بيه الألوان. وما يتنحاش بالغسل وكذا. تحطيه في الفرن درجة حرارة 180 من 25 إلى 30 دقيقة، لازم الفرن يكون باهي. طيب هادو القوالب هادو نفسهم متاع الريزن تقدر تستخدمي قوالب الريزن لو كانت أصلية وغليظة، لأن لو تلاحظي هادو ماي صح غلاض غلاض عرفتي، لأن هذه طبعا الموضوع هذا سواء كان في عجينة البورسلين أو البورسلين السائل، سواء كان في الإسمنتو اللي يستخدموا فيه بعض الغرسات كذا، حتى هو صعب القوالب متاع الرايزن عرفتي، لازم تكون قوالب درجة أولى باش تتحمل لك. نجو كذلك للألوان، في ألوان من غير الخطاط، في ألوان عادية اللي هي ألوان هادي، هادي متاع البورسلين، بالنسبة للألوان هادي حتى تخش فرن منزلي هذه درناهم احنا مره هذه درنا عليهم المره اللي فاتت، او بدرجه هذه حراريه طبعا يختلفوا على العاديات الاكريليك، بدرجه حراره الفرن حتى هي المنزلي 180 درجه لمده زي ما قلت لك 25 ل 30 دقيقه. جولي هذا هو الكارثه. هذه هي الالوان اللي تخش لدرجه الفرن 100-120 توصل حتى ال 130. هذا جلاسز يعني تمشي حتى على المرش، يعني تمشي حتى على المرش. هادو درجة حرارة من المرش، ما احنا زي ما عارفين ما حتى المرش يخدموا فيه خدمة خدمة بالضبط نفر بالضبط بشكل تلوني بهذا الماي. هادو طبعا ماركتين، واحدة ألمانية معروفة أو واحدة فرنسية، هادو ماركات معروفة ممتازة جدا بالنسبة لنا. نرجع نحن نذكروا بس السادة المشاهدين أن كل هالمواد اللي تشوفوا فيها والماتيريالز هذه كلها موجودة في شركة أويا في طرابلس مقرها، واللي موجودين برا البلاد في تركيا يعني تحديدا تقدروا تتواصلوا مع السادة عبير حتوفر لكم طلبياتكم هنا بإذن الله إن شاء الله. وأنتم طيبة بنبدو عندنا توا هذه هالقطعة اللي عندنا نتاع الطين. طبعا في العادة حندير لكم شوية إزعاج بسيط في القاعة، لا عادي ضروري لما بتشتغلي عليه بتخبطيه زي توا الطين مش يبدأ طبعا بقوى قوتك. أنا حنخبطه بس حاجة بس بسيطة باش نوريه لكم، لازم زي توا تبدي تضغطي عليه باش انك انت تشكلي التشكيلة اللي انت تبع. كذلك في القص ما نجيش نقصها هكي، عندنا طبعا مش ضروري القطع هي لان في حتى تل عادي، لكن القطع هذه متوفره هذا باش يقصوا به ايوه هذه باش يجيك متساوي وسهله لما زي قصه الكيكه لما تجي متساوي يقصوا فيها بالخيط ايوه شوفي توا شوفي سرعتها في القص باش يطلع من غير شواير ويقص لي بسرعه. ما انا قلت انا نجبد فيه بالطرف حلو والله باش اني انا نشكله. طبعا فكره التشكيل متاعها عندنا اكثر بسم الله اكثر من طريقه، حكم ان احنا ممكن نستخدموا بعض القواعد عندنا البلاستيك. ايه هادو قواعد بلاستيك عاديه اي صحون عاديه جدا، نقدروا احنا نستخدموها الصحون هي نطرحوا عليها الطين بتاعي انا هداي، لكن طبعا في طريقه لازم اني انا باش ما يلصقش على بعضها نحط زي الكيس هيك زي توا ونحط عليه بعدين القطعة نتاعي ونسكر كذلك الكيس مش ما يجيش غبرة أو ما يجيش أي حاجة ويجف من يومين إلى ثلاثة كويس. أنت تبدي تفتحي خلاص أنت أبدي أستاذة عبير، إحنا عندنا بس مكالمة جاهزة نستقبلوها مع بعض الأستاذ رمضان العربي أحد نجوم مسلسل غسق هذا ونتحصلنا عليه. أستاذ رمضان مرحبتين بك في الأربعة ونص.
الو، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام استاذ رمضان. ما شاء الله، احنا قبل شويه شفنا تقرير جميل جدا على كواليس مسلسل غسق ملحمه البنيان المرصوص. ممكن هلبا ممكن نجوم في المسلسل ما يبوش يحرقوا ادوارهم ويحكوا لنا على الادوار، ولكن لو تحكي لنا على الاجواء العامه بالنسبه للمسلسل كيف كانت استاذ رمضان؟ في البداية أرحب بك أستاذة وكل طاقم الأربعة ونص، ونبذ كلامي أن ترحم على جميع الشهداء في كل مدن وقرى ليبيا اللي واجهوا هذا النظام البشع. غسق هيكون نقلة نوعية في الدراما الليبية للمخرج المتجدد أسامة رزق والكاتب المتميز سراج غويدي والمنتج وليد اللافي. التجربة هذه خذتها شخصيا أول مرة مع المخرج المعروف أسامة رزق. ما أنا حكيت مش حنصف لك كيف كانت التجربة في تركيا. كل فريق العمل، الممثلين نفسهم اللي موجودين في العمل متشوقين أنهم يشوفوا المسلسل، ناهيك على الجمهور طبعا. تجربة جدا فريدة، تجربة على أعلى مستوى في الإنتاج، في التعامل، في كل شيء. يعني حقيقة أنا من 95 في المجال هذا، في التلفزيون، في المسرح، وكانت أمي يعني أنا نشتغل مع المخرج أسامة رزق، والحمد لله تحققت في 2021. فغسق يعني أفضل شيء أنه حيكون مفاجأة، يعني مش نحكي لك يعني. لا حنستنوا مع بعض إن شاء الله لرمضان إن شاء الله. ايه يعجز اللسان على التعليق فعلا، يعني بدون اي مجامله، يعني شغل على اعلى مستوى تمثيل. الجميل في الموضوع ان معنا نجوم من تونس، من مصر، من السودان، من المغرب. طيب استاذ رمضان، يعني استاذ رمضان مرحبتين بك اكيد معنا في الاستوديو. طيب زي ما شفنا في الكواليس عمل ضخم وامكانيات كبيره ما شاء الله، نبيك تكلمنا قديش المده الزمنيه استغرق التصوير، قديش استمر التصوير، يعني الفتره الزمنيه اللي استخدها التصوير المسلسل هدايا قديش؟ خليني نحكي لك بشكل مختصر لان مش التصوير تحديدا، يعني كان في التواصل معي من بدايه شهر 10، وبعدين وصلت لتركيا يوم 18/12، وقضنا تجربه مع المخرج التونسي الحبيب السلماني في الاداء وفي تحضير الممثلين خاصه الوجوه الجديده، ومن ثم المكياج والملابس، واخر مرحله وصلنا لها ان نحن انتقلنا للوكيشن وزرنا شفنا المخرج أسامة رزق عن قرب. وكان شغل يعني بالثانية، كان شغل بالدقيقه، يعني الكريبت كان معد بدرجه 100%، يعني أسامة يطابق في الشمس ويطابق في الوقت، ونقول كلمه حق في هذا المخرج الشاب، يعني نشوف فيه والله ممكن نحن كممثلين ان نصور ممكن 5-6 ايام متواصلات، ونتريح مثلا نتريح 4 ايام. نحن هو والكاتب التصوير اللي معه شبه يومي من 5:30 يوميا لمده يعني ممكن 60 يوم او 70 يوم الشغل بالكامل. التصوير تحديدا مش عارف كم، لكن اكثر من شهرين. يعني هو احنا ديما يضربنا الفضول سد رمضان في تصوير الدراما، لكن لما تكون دراما ممكن حتنقل الدراما الليبيه ممكن لفضاء اخر. احنا كلنا فضول، ولكن نعرفوا ان احنا ما عندناش الحق ان احنا نستفسروا على هلبا امور خاصه قبل عرض المسلسل. باذن الله المسلسل حيضرب وحينجح، وحنستضيفوا حضرتك وكل نجوم المسلسل من ضمنهم استاذ سراج واستاذ اسامه بخصوص هالعمل. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وملتقانا بكم باذن الله بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. بس بعد اذنك تفضل استاذه، ممكن نوجه كلمه؟ يعني تفضل استاذ. الله يبارك فيك. اولا انا متفائل جدا ان الدراما الليبيه في تطور ملحوظ. ثانيا نحيي كل زملائنا الفنانين في كل مدن وقرى ليبيا اللي هم مجهزين اعمال، يعني لاول مره تصير رمضان 2021 يعني ما يقارب عن 80 مسلسل ما بين منوع ودراما. فنحييهم، في اللي يشتغل في احلك الظروف بامكانيات بسيطه، وفي اللي عنده امكانيات تخليه انه يقدم شيء في المستوى. ولكن تظل القاعده الاساسيه، لو ما عندكش امكانيات تحاول قدر المستطاع انك انت مثلا يعني ما تطلعش الا بصوره
لم تكون جيدة يعني في أقل التقدير يعني، لكن حتشوفوا منوعات وحتشوفوا زنقة الريح الجزء الثاني، حتشوفوا غطق وحتشوفوا أسراء الشتاء وحتشوفوا قل أعمال إن شاء الله. أنا مش عارف خارطة البرامجية السلام هنتبروا نحن في المفاجآت من قناة سلام ومن زملائنا الفنانين، ونحييكم. وأنا أول ظهور لي معكم في قناة سلام بشكل عام من أول ما افتحت إلى هذه اللحظة. نشكركم جميعا، نشكر أستاذ كل فريق غطق بدون تحديد. شكرا لك الممثل أستاذ رمضان العريبي، طبعا مش حتكون هذه الأخيرة إن شاء الله، واعطيكم الصحة وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، وإحنا والجمهور بجديات نستنوا في العمل هدايا بفارغ الصبر. شكرا معنا عبر الهاتف، شكرا لك أستاذ رمضان العريبي. والله كلنا في شوقانين سنة قصقصة، نحب نسأل على التفاصيل هي شو بيصبرنا توالي شهر رمضان 25 يوم أعتقد، يعطيهم الصحة هم. لكن خلي نستنوا زي الناس. قلت لك استاذ عبير 25 يوم اعتقد على رمضان، ولا بشرى ايه مش طايقه الصبر ايه تقريبا. والله حتى انا كل شوق لي نحس انه هو حدث حيكون كبير حلو وجميل جدا، والحمد لله زي ما عودتنا قناه سلام دائما بالمسلسلات الجميله الخارطه كلها أصلاً. زي زنقه الريح، بسم الله ما شاء الله، يعني كلها فعلا السنه هذه حاجات باذن الله حتكون جميله. احنا نرجعوا للاستاذه عبير كانت تحل في عجينتها. ايوه باش نديروا البيتزا طبعا. هو بلا حتى يعرف منك، هو طبعا الواضح ان المشروع هنا مج. ايه هداي مج، وهداين بنوري المج كيف انت من غير فورما كويس. والفكره هي اللي طرحتها باش نوري نحن كيف نستخدمه كفورما صينيه، كيف نديروها على صينيه موجوده عندي. طبعا السمك زي ما كنا عارفين انك انت عندك سمك محدد، ممكن تقولي لي بهادي انا كيف نقدر نحدد السمك؟ انا شفت اكثر ما شاء الله من ناس محترفه، شنو تدير؟ ياخذوا في مقاسات لي زي ما نقولوا احنا لعيدان خشب. ايه باش شوفي سبحان الله الفكره، باش تعطي من هنا تحطي واحده يحطوا في واحده من هنا واحده من هنا. فكرة ايه فلما انت انا موريها لكم ممكن على طبيعه يطلع نفس السمك كله. ايوه يحطوا في واحده من هنا واحده من هنا، باش لما يبدوا يشتغلوا تطلع هم يبدا عندهم ثقه ان هي كلها بنفس السمك. ايه يعني مش جهه رقيقه وجهه أيوة. لان زي ما قلت لكم من الصعب جدا ماكينات الطرح الاصليه الخاصه بهذا الفن هي تتوفر في كل منزل او في كل بيت، في نفس الوقت مش نحرموا نفسنا ان احنا نشتغلوا الحاجات هذه حتى لو ما عندناش الماكينات. تمام. طبعا احنا اشتغلنا حاجتين زي ما قالت الاخت بشرى، ان هو واحده مج واحده حتكون صينيه. الصحن كيف؟ انا عندي صحن اوريدي واتي. طبعا في نقطة أنا الحمد لله بحكم أن عندي خلفية عليه فما كانتش فيه شوائب هنا. في العادة لما تبدأ عندك شوائب في عندك قطعة معدنية اللي هي هذه ضروري تديري زيتوة أو خشب، طبعا مش ضروري معدنية، تلاقيها معدنية أو خشب ضروري تديري زيتوة باش أنك أنت يبدأ زي السباتيولا معناها زي السباتيولا كأنك بتديري المعدن. إيه بالضبط، ما فيش أي معناها زي ما تقولي يعني حاجات مرفوعة أو حاجات نازلة. نجو بعدين نحطوا أنا نحط الصينية زيتوة ونبدا نشكل في الطين على الصينيه نتاعي. طبعا هو يمشي معاك انك انت بتقعدي تعدلي فيه كله، فيمشي كله بالكامل على الصحن اللي عندنا. طيب هالطين هذا فيه الوان ولا هيك يجي لون واحد بس؟ بالنسبه للطين هذا زي ما قلت لك يجي يا اما لون رمادي او ابيض، وابيض يعتبر من اجود انواع الطين. حلو. او انه هو اللون اللي عندنا احنا في ليبيا اللي هو اللون اللي زي الاحمر. طبعا كل واحد على حسب البيئه نتاع التربة يعني. ايه حسب التربة وحسب بيئتنا حسب بلادنا. احنا عندنا نسبة أكسيد الحديد موجودة هلبة في التربة متاعنا الطينية. بالنسبة لتركيا عندهم نسبة السيلوكيت أكثر شيء. في بعض دول أخرى عندهم نسب يعني تختلف، عرفت هي اللي تعطي اللون هداي للطين. كويس. ممكن كنت تلاحظي احنا حتى الارض بتاعنا لما يقول لك الله هذه ارض طينيه حلوه حمراء صالحه للزراعه. صح. هذا هو احنا عندنا الاحمرار دائما بيطلع الطين بتاعنا لونه محمر. طبعا درجة جودة الطين تختلف عرفتي من مكان إلى آخر، لكن زي ما قلت لك أغلب الحرفيين في هذا المجال طبعا كلهم فيش حاجة تتلوح ما فيش حاجة تتلوح. بعدها احنا ناخدوها، طبعا احنا مازال ما وصلناش لمرحلة الصنفرة ومرحلة التجهيز. طبعا هذا الصحن متاعي مازال عندي طريقة أخرى، بناخد الكيس هذا مجرد فورما صح؟ مجرد فورما ونقعد نعدل فيها الكيس، هو نحطها هنايا باش انه هو لما يجف القطعة متاعي ما تلصقش على الصحن. تو انا بنبدا نضغط باش ناخذ فورمة الصحن بالضبط. عندي أكثر من طريقة، لو حبيت مزقزق نقعد نمشي ونطلع زي توا كويس. لو أنا مثلا نبيه فيه زي الحوافك اللي مزقزقة من توا، بعدين نقولوا خلينا نديروها زي توا ما نديروهاش سموت، يبدا كي زي توا. بعد ما نضغط أنا كويس على الحواف بالكامل تجي المرحلة الأخرى اللي هي سبونج. المرحلة هي ناخذ شوية مية، طبعا هذا شغلي كله راه من غير مية من غير ما كنتي تستخدمي مية.
تغطسيها في المية وتحاولي تعصريها كويس، بعدين تجي تبدي في السنفرة. الطبطبة. الطبطبة، السنفرة هي السنفرة هي شنو تدير لك؟ إن هي نعم تنعم وتخليها كلها ناعمة، وأي حواف أي حاجات زايدة حتطلع. السنفرة طبعاً كلها في كل مكان حتى من داخل. تنحي حتى البصمات متاع الصوابع وكذا. تنحي حتى بصمات وتنحي حتى لو في طين أو حاجة حاصلة كلها حتنحيها، لو في مثلاً حاجاتك زي ما نقول إحنا فتحات أو حاجات طالعة وكذا، وتقدري طبعاً بإيدك نفس الشيء ها تقعدي الأماكن اللي حسيتيها ان هي ما تعدلتش. طبعا هذا بالنسبه للصحن، انا حنستغل الوقت بس لان اكيد كويس الوقت ما عندناش هلبه. بعد ما نسنفر هيك زي تو انا ويبدا تمام الصحن بتاعي نغطيه بالطريقه هذه، راهو نايله عادي عادي كيس البرزة العاديه بكل، ونخليه على تركينه ونحطه في مكان ان هو ما يوصلش فيه الصغار. ياخذ يومين الى ثلاثه ايام هتلاحظي قبل الحرق. في نقطه اخرى قبل الحرق، في نقطه اخرى انك انت باش تديري النقوش هذه يجب ان الطين ما يجفش 100%. كويس. يعني تخليه يوم يوم ونص زي الريزه. ايه. يوم يوم ونص وتبدي تمشي حلو بمجموعه الالات اللي عندك، باش تديري ورده ديري نكشه معينه، باش يجف مره واحده. باش يجف مره واحده. نجو مثلا تو انا ما عنديش فورمه ونبي نخدم كوب او فنجان قهوه او كذا، جيت انا بنخدم مق، اول شيء حديري دائره، والدائره دي تقصيها تطرحيها وتقصيها عادي، بعدين تاخدي الحاشيه نتاع المق. طبعا في القصه هنا في عندنا طريقه، لما انت تقصي لازم تقصي بزاويه زي تو هيك ميلان ميلان، علاش؟ باش انا نثبت الجانب هذا على الجانب هذا الثاني. كويس. طبعا هيك الزوز هذا ماي ميلان. بعدين في نقطه اخرى حنشرحها لكم قبل ما انا اللفه بتجي للقطعه هذه، حنديرها على الدائره هي باش تبان اكثر. نجي للقطعه هي من هنايا حندير اشارات، تمام مش بهذه هي، او حتى عود اسنانه مش ضروري هذه، ندير اشارات انا هنا زي تو هيك اشاره اكس. علاش هي؟ هي باش انني لما نحط اللزقه تتخلل الطين كويس اللي فوق واللي لوطه وتلصق عليها، يعني احنا تسهل التتبيت. تسهل التتبيت، بعدين طبعا هذه مش حتبان من داخل. يعني يعني في التتبيت انت بش ما تبيش يعني املس ما تبيش املس، لانه مستحيل نوى يركب على بعضها لو كان املس. فحنشتغله زي توا كلها بالكامل. وطبعا حتى من الجهه هذه والجهه هي الزاويه اللي هي نفسها اللي حلصقها من الجهه الثانيه. كلها طبعا بالكامل، وبتكونوا بشويه حريصين ودقيقين وواحده واحده. شوفوا ليش انا في بعض الحاجات طبعا سريعه شويه على اساس وقت البرنامج. أيه. بنحاول نوصل المعلومه كامله. كذلك حتى المقبض، طبعا المقبض لك الحريه كيف تديري في اشكال تهبل زي مثلا نوته الموسيقيه زي أيه. مثلا ورده، انا درتها تقليدي عادي. طبعا في اكثر من شكل فيهم المقات الساده عبير اللي يرسموا مثلا، والله انا مثلا صديقتي دكتوره دير لها مجسم دكتوره هنا، اللي مهندسه اللي كذا، فانين يعني لقيت بنيات صغار يخدموا فيه، توقعت ان الخدمه في الحوش ما تبيش تكلفه هلبه. صحيح، هذه بالعجينه الداس الطبيعيه الصناعيه ايه؟ اللي هي نحطوا فيها في الفرن المنزلي. ايوه بالضبط، لان حسيت ان الشغل طبعا انا ما مع الاسف ما عنديش، لان هي تمت من عندي بنتي تحب تخدم بها هلبه ايه؟ تشتغل بها. يعني حسيت عرفتي مثلا يديروا فيها نظام هديه للقراب مثلا، شو النوع الشغل اللي تحبيه، حتى ورد ولا حاجه لعيد الام مثلا، ولا يديروا حتى في الملعقه معاها يزينوا فيها بالضبط. وتحطها ايه في الكوشه درجه حراره 180 طبعا تجي ملونه، لان العجينه اصلا تجي ملونه، ولو ما كانتش ملونه تقدري انت تضيفي لها عجينه السيراميك. طبعا انا هنايا في التقفيله بس حبيت نوريكم انك انت زي توها هذا كله يتعالج. طبعا التقفيله هي كيف حيتعالج؟ هذا كله يتعالج بالسبونج وبالميه، حنقعد نعالج فيه. حاجه ثانيه اني انا في التسكيره هي شنو حنضيف؟ حنضيف تو انا وصلتها وشبحت المسافه بالضبط لقيتها تمام، حناخذ الكولا نتاعي اللي هي يعني خدمتها عباره عن شنو الكولا؟ تخدميها بروحك طين من نفسي، عباره عن قطعه الطين هديه اللي تفضل صغيره، قسميها صغيرونه صغيرونه وتصب عليها شويه ميه، مش تبدا لك هيك زي تو كانها ايه بالميه تبدا كانها لصقه. اي كانها لصقه بالضبط، ونجو نلصقوا لبعضها بالضبط هيك زي تو. بعدها حتبدي في مرحله انك انت تعدلي الفينشنج في المق. اي في مرحله الفينشنج تقعدي تعدلي بيديك زي تو كلها بالكامل من هنا ومن هنا، وبعدين تجي مرحله انت مش قدرتي لها اكسات هيك في القاعده ايه، لكن صح ولا ما عبيتيهاش؟ ما عبيناهاش، ما درناش اللصقه. ايوه بالضبط، صح عليك. نحسبها لا انت درتها بالعاني. لا ضروري من اللصقه باش تثبت، لكن هي تعرفي شدت ايه بعضها. ايه شدت ايه. لكن ضروري منها، ضروري منها الغراب تحسبا لاي شيء. ايه. نبيها والله طلعت ما شاء الله عليك اصلا. بس مركزه ما يفوت عليها شيء، عرفتي؟ مستحيل تشدك في الزاويه، لكن الحمد لله دائما عندنا جواب لها.
حاضرين حاضرين. لا ذي بداية روحي حوايد عرفتي أنا بعرفها بالعادي درجة. أنا مقعد مزهنين شبحلة قلت تشتغل ونفكر باي ما صادفش مثلا قطعة هيك من القطع مقات خدمتيهم بعد ما تكملي نهائيا منفكر موضوع التسريب. كيف مثلا؟ ايه يعني مثلاً ما نسقطش في كويس نصب فيها ميه كده. تعرفي خدمت صينيه بورقات طبعا هذه حنقولها لكم خدمت صينيه بورقات العنب كانت عندي ورقات عنب كبيره فحطيت العجينه وطرحت عليها ورقات العنب وخديت الورقه هذه ورقه هذه ورقه ركبتهم مع بعضهم جت كانها ورقه عنب كامله. حلو. كملتها صنفرتها انتهى موضوع حاجات بنرفعها بس نرفعها من هنا لهنا قاعده ما خشتش الفرن باش ندخلها الفرن اتكسرت. سبحان الله. عودتها ثاني. هذا لا لا هذا لا عودتها ثاني عرفتي. لا والله بروحي راهو نخدم فيها والحق الامانه يعني طبعا انا هذا هو الله يدور في بالي لان هي امانه تخليك تجيك طلبيه وتكوني تعبه فيها وخساره مواد بتضطري بتعوديها بتضطري طلبيه بتضطري بتعوديها انت مجبوره اصلا اصلا او حتى مثلا مق سدع عبير مثلا حطيت فيه حاجه سخونه وتطربك ما هذه صارت تصير ديما تصير ديما ايه خصوصا المرش لكنها ما تصيرش لكن على ما اظن الفخار ولا ايه فخار لا الفخار لا نادر الفخار الا لو طاح منك شلتي يا بشرى طيحتي كسرتي شوفي توها ايديات شفتيها معي هنا مثلا مش عندي فتحات صنفره شفتوا وين صنفره ندير بهذه باش انا نساوي طبعا هي تبي وسعة بال باهي وتبي انت مقعمزه بشوي بشوي هي طبعا حلوه حتى لو انك انت اعطيتي للصغار ويشتغلوا معك إيه ممكن اعطيتيهم حاجه بسيطه يشتغلوها صح ايه والله لكن مش شورت انت مش تقعمزي للصغار وبتوريهم على حسب الخطوه لا 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 شو بتخدم معهم والله يعني انا بالي واسع لكن هو الوقت مرات انا نبي دار زي اللي مدايرتها هي في الحوش نبيها واتيه تكون نديروها لك ولا يهمك نديروها لك ونجيك كل ما تفضي عادي ونعطيك اللي انت تبي غير خدمي بس انت وصغارك احنا شو مازال باش بناخذ فاصل باللصق العروة بس ايه ان شاء الله معش مازال لمسات خلاص بسيطه ويعتبر هيك طبعا الصنفره زي ما قلت لكم مش كنت تقعدي تعدلي وتساوي وتديري هذه العروه بتاعنا حنديروا لها الكولا طبعا قبل الكولا نجول المكان تامري ايه زي ما قلت بكري نامره مدى بيك المكان نفسه اللي فيه التسكيره التقفيله كويس باش انه هو يثبت اكثر وفي نفس الوقت ما يكونش المق مشوه انت لما مثلا الكوب او المق او الفنجان بتاع القهوه ما يجيكش مشوخ طبعا هو الشغل اليدوي مرات نشرب زماننا في الفخار ما يكونش مرات نظيف 100% ايه اصلا الشغل اليدوي ايه حادث يجيب بالاخص مثلا اللي يخدموا فيهم مثلا حتى برا مثلا من طرابلس ولا يجيبوا فيهم من امكانات ثانيه تحسي انه مثلا في شوايب الايد مثلا مش نظيفه ايه كذا حاجه زي هذه ترجع للصنفره والشغل بالضبط ايه الصنفره والشغل تكون مش نظيفه فهيك يصير عرفتي طبعا هذا بشرى لا خلينا نكملوا هذا بس هي بس خلص هنا ثبتنا طبعا هنايا ثبتنا اليد ايه؟ وتقعدي طبعا تعدلي في كل مره زي ما قلت لكم بالميه والاسفنجه الاسفنجه زي ما قلت انك انت ضروري ان هي تخليها جافه بقدر الامكان تغطسيها صح لكن بقدر الامكان ولا تغطسي الميه خلص دقيقه بس هيك عادي وبعدها طبعا المرحله هي بعد الصنفره وانك انت تكمليها تخش الفرن الفرن درجة حرارة عالية هذا النوع 1040. بس يعني من الطين ايه هذا النوع ايه. من الطين وبعد ما تخش الفرن تطلع لك زي هذه ونجولي مرحلة التلوين زي هذا ماي الفنجيل اللي عندنا أحلى مرحلة ولا؟ ايه أنا ايه. حندكر بنقطة ممكن في اللي يقول لي باهي أنا أنت عندك المواد وعندك الوحدة يعني كيف بندير في الفرن؟ أنا نقول لكم الفرن عندنا جمعية الخزف الليبي كويس. في الظهرة عندهم فرن كبير يقدر لما انت تشتغلي مجموعه قطع ترفعيهم له يوم هو عنده بيفتح فيه الفرن لانه لازم يوم لانه بياخذ قريب 24 ساعه الفرن ياخذ من 6 ل 8 ساعات مرات كويس وهو في حمليه الحرق احنا طبعا الكلام معك ما يكملش سلمك وسلم ودياتك وربي ينفعك بهالعلم هذا سدى عبير واستمتعنا جدا جدا سامحينا حتى على تعبك بارك الله فيك فيك بارك الله الله يسلمك فاصل فاصل هو الموضوع ما يكملش ناخذ فاصل ونرجع
ديرمالايف كلينيك المتخصصة في الطب والجراحة التجميلية وعلاج كافة الأمراض الجلدية الشائع منها والنادر، بالإضافة إلى التغذية والتخسيس والباطنة وأمراض الدم، إزالة الثالوث والأكياس الدهنية واستخلاص البلازما بجهاز CGF والكت وإعادة حقنها. ديرمالايف الأفضل في ليبيا بتقنيات متطورة في تنظيف البشرة وإزالة الشعر بالليزر وإزالة الوشم وعلاج الدوالي والتقشير، الكشف وتقنيات العناية بالشعر وأجهزة نحت الجسم وحرق الدهون وتجميدها وتحسين الجلد، كل هذا على أيدي نخبة من أفضل الإخصائيين، كما نقبل التعامل بالبطاقات المصرفية. ديرمالايف كلينيك، بوابتك الأولى نحو الجمال. قوام رشيق وجذاب؟ هل مللت من محاولة إنقاص وزنك ولم تنجحي وترغبين في إجراء عمليات شفط للدهون أو التنحيف؟ فورم لايف، أول منتج في ليبيا للتخسيس وحرق الدهون بشكل آمن وطبيعي، ومذاقه لذيذ وطريقة تناوله سهلة جدا، وذلك لأنه مكون من ماء مقطر مستخلص من أعشاب طبيعية، وبذلك فهو آمن. قدم من شركة بشاشة لاستيراد الأدوية والمكملات الغذائية. فورم لايف، طريقك الآمن للجمال. هذا البرنامج برعاية رجعنا من جديد مشاهدينا. لعبة ليبية اسمها ترا، لعبة جديدة أصبحت متاحة على متجر بلاي والأب ستور، اللي ميزها إنها تتحلى بالهوية الليبية في التصميم والموسيقى المختارة في الخلفية. مصممين اللعبة اختاروا معالم ليبية بالإضافة إلى لوحات فنية لشباب ليبيين باش تكون هي محور اللعبة. للحديث أكثر معانا مصمم اللعبة باشمهندس محمد المجراب اللي ينضم لنا عبر الأقمار الاصطناعية. مرحبتين بيك باشمهندس.
مرحبتين بيك وشكرا على الاستضافة الجميلة. صحتي. باش مهندس في البداية نبي نعرفوا أصل الفكرة والاسم، لأن الاسم حتى الاسم غريب، ترى يعني باللهجة الليبية ترى زي ما نعرفوها احنا ترى ولا في معنى ثاني. لا هو نفس المعنى، لا هو نفس، لكن طبعا اللعبة بنت يعني على مراحل يعني طويلة، يعني مش طويلة هلبة، لكن في الأساس بوكل أنا كشخص طبعا جيمر هاردكور ديما نلعب بلايستيشن جزء لا يتجزأ من الدار من أنا صغير الوقت الحالي، وديما كان طموحي أن أنا مثلا نصمم الألعاب يعني كمهنة أو كارير. فجربت هلبة مرات مع هلبة ناس مختلفة ودرنا هلبة تجارب وكذا، بس كانت لعبة ترى ممكن آخر حاجة اللي هي قدرنا نوصلها لمرحلة يعني إن هي تكون في دين الناس في البلاي ستور وفي الأب ستور وغيرها. فاحنا هيك في الستارت اب بتاعنا في جراي ميديا في الاول يعني قررنا ان احنا كان معي زوج شباب مهتمين هلبه بالفيديوغرافي وما الى ذلك، فكان هذا واحد من اللاينز اللي نشتغلوا عليها، وانا كشخص مهتم بالالعاب كنت حنبدا اللاين هو وقلنا حنشتغلوا فيه امتى ما تتوفر الفرصه. فالقصه كلها بدت في يوم من الايام واحنا نشتغلوا ندور في الانستغرام في اللي هو محمد بوليفه واحد من الفنانين اللي هو في اللعبه حاط بوست يعني فسطة مخدوم هيك بالافتر افكس يعني فيديو اديتنج شنو مداير فيه واحده من الرسمات اللي هم بالكاليغرافي بالخط العربي. حلو. ومدايرها لي بطريقه اللعبه هي بتاع الترتيب او اللي هي سلايدنج بازل بيقولونها بالانجليزي. أيه. فكانت حلوه هلبة على العين، انا طول في لامبه ولعت جنب راسي يا فكره مليحه، فطول توصلت معها قلت له هذه حلوه هلبة وانا نحب نطبقها يعني على ارض الواقع، خلي نديروها لعبه تلعب على التليفون. فبدأ الموضوع من غادي ومرت على مراحل متعددة من غادي وكبرت وزي ولين وصلت المنتج النهائي، لكن في البداية كانت هي بداية من غاديكا. باهي باش مهندس نبوك، طبعا أكيد شغل زي هدايا أكيد بيكون في أكثر من شخص وأكثر من الجروب الشباب كله، نبيك تقولنا مين أسماء الشباب التانيين اللي كانوا معك في تصميم اللعبة هدية؟ اوكي طبعا شنو طبعا احنا درناها على يعني سكيل او على يعني على اطار صغير، ما كبرناش هلبة زي ما تشوفوا، لان قاعدين نكتشفوا اولا احنا نبنوا في مهاراتنا في الموضوع هذا، وما نبوش كنا نغامروا هلبة بنحطوا حاجه كبيره وفي الاخير تفشل او ما عمرها ما تكمل. فنحط الموضوع هيك في يعني اطار نقدروا نديروه. طبعا اللعبه كاساس يعني لما بتصمم لعبه محتاج يعني حاجتين رئيسيات بالإضافة يعني للناس اللي هي تجرب، الحاجتين الأساسيات اللي هم يعني نقولوا الديزاين أو تصميم بتاع اللعبة هي شن هي. صح. اللعبة أصلاً كيف تتحرك منه، اللاعب شن يدير، كيف يتعامل معها وشن الهدف منها وما إلى ذلك. طبعاً أنا يعني بحكم يعني خبرتي أو المتعود عليه في الموضوع هو، فأنا أخذت الجزئية هذه وخادم كمبرمج يعني في أكثر من فترة، فكان موضوع هذا يعني اللي هو أنا اللي اهتميت به. طبعا الجزء الثاني اللي هو جزء نقوله الجرافيكال او برزنتيشن، يعني كيف تنعرض اللعبه. يعني شن شكل القوائم، شن الالوان متاعها، كيف تنتقل يعني من مكان لمكان. هذه كان معي زميلي وديع البسكاني هو اللي كان يصمم في هذا الانترفيس، الناس شنو يشوفوا السهم والقائمه ومش عارف شنو هو. حلو. وما الى ذلك. وكان معنا طرف ثالث يناري يعني اللي هو يناري. مؤمن هو باين كنا نجربوا فيه ديما عازلين على الموضوع نهائيا، لكن شنو نخدموا مديرين عليه تدلايم اعلامي فهمتي، فشنو فنعطوه بعد ما نجربوا نوتوا حاجه هاكترة جرب. فبشكل هو قاعد تطور بشويه ولما وصلت يعني بدت تقرب لشكلها النهائي بدانا ندخله في ناس ثانيه اللي هو يشوفوا يجربوها حتى هم يعطوا فينا اراء مختلفه. طيب محمد قبل حتى ما نخدم معاك لضيق الوقت لو سمحت لو تقول لنا تو ما دام اللعبه اتيحت عليه الابل ستور ونزلت حتى في البلاي، يعني هل بدت بوادر النجاح تبان ممكن على المطلقين اللعبه بدت تنزل هيك بدا عندكم مثلا تقدر تقول يعني ممكن حتى فيدباك من الجمهور؟ ايه اكيد يعني فالحق يعني احنا لما يعني طرحناها كنا حطيناش طموحات هلبة، قلنا في الاخير يعني قاعده حاجه جديده السوق الفني الليبي يعني هو صغير قاعد، فما بالك بالالعاب فسطه.
لكن ردة فعل الناس كانت جميلة هلبة. الحق الناس اللي جربوها كلهم عجبتهم، ما كانتش فيها مشاكل تقنية يعني متستكش عند حد وما إلى، وعجبهم حتى يعني إن هي لعبة ليبية جدا، يعني الفنانين اللي حطينا رسماتهم فيها ليبيين، إحنا ليبيين ذات نفسنا، وسميناها ترا يعني زي ما قلت ترا نشوف أو ترا وريني باش تكون نافذة يعني للفن الليبي. فنجحت يعني، والاراء وقاعدين توا نخدموا على تطويرها يعني بناء على الاراء يعني الكويسه اللي وصلتنا. اعطيكم الصحه باش مهندس، وان شاء الله يا رب نشوفوا العاب ثانيه مش غير اللعبه هديه في المستقبل. نتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا ليك، كنت معنا في البرنامج. بشرى صحة، احنا نمشوا لدكتورة إيمان. دكتورة إيمان معانا، كلينا لك من وقتك يا دكتور، سامحينا. معلش ديما واخدين من سامح ديما وقت الناس يعني. حلينا وخلاص، سلمي. زعلانين دكتورة إيمان، جاياتك أنا جاياتك باش ما تزعليش. اليوم نتكلموا على موضوع مهم جدا يا دكتور. جدا جدا عند الناس اللي هو النحافة. يا ساتر. ايوه طبعا الاغلب يتخيلوا ان السمنه هي حاليا واحده من اكبر المشاكل الصحيه في العالم، صح؟ ومع ذلك قد يكون نقص الوزن ضار بصحتك. وفق لاحدى الدراسات اللي ارتبطت بنقص الوزن بخطر اكبر بنسبه 140% للوفاه المبكر بالنسبه للرجال، و100% بالنسبه للنساء. معناها احنا البطوطات نشكره ربي نقول الحمد لله على اللي احنا فيه. والله هو الحمد لله. ليش دراسه مخيفه شويه بصراحه؟ طبعا مخيفه. ليه؟ السبب لانها ارتبطت السمنه بزياده خطر الوفاه المبكر بنسبه 50% بس، مما يشير الى نقص الوزن وقد يكون أسوأ على صحة الإنسان. وجدت دراسة أخرى أن زيادة خطر الموت المبكر لدى الرجال اللي يعانوا من نقص الوزن، ولكن مش النساء، الرجال فقط، يشير إلى نقص الوزن قد يكون أسوأ بالنسبة للرجال، ويؤدي نقص الوزن إلى إضعاف وظائف المناعة للرجال وللنساء وللأطفال. كذلك خطر الإصابة بالعدوى كذلك يؤدي إلى هشاشة العظام والكسور، ويسبب مشاكل في الخصوبة. والأكثر من ذلك إن الأشخاص اللي يعانوا من نقص الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بساركوبينا أو ما يسمى هزال العضلات المرتبط بالعمر، ويكونوا أكثر عرضة بالإصابة بالخرف أو بالزهايمر. صحيح. اللي بنتكلموا عليه بداية النحافة، شن أسبابها؟ أسباب النحافة كثيرة. أولها ممكن يكون وراثي مرتبط بالجينات، ممكن يكون سبب النحافة مرضي، مشكلة في الجهاز الهضمي أو في الجهاز العصبي، أو نتيجة التهابات أو عدوى أدت إلى نقص الوزن والإنسان صعب أنه يتخلص منها فدخلتها في النحافة. كذلك احيانا يكون مرتبط بالغده الدرقيه. يعني احنا نحكوا عن النحافه العاديه دكتور، ولا حتى اللي توصل للانيميا؟ ما هنا في فرق. في ناس عندهم انيميا اصلا، يعني نحافه لدرجه كبيره جدا. ايه شوفي، هي النحافه هذا مرض زي ايه؟ زي السمنه، يدخلني لاشياء ثانيه اللي هي الانيميا. الانيميا بالفعل. الانيميا ممكن تسبب السمنه وممكن تسبب النحافه. فالانسان لما تكون عنده نقص في المركبات الاساسيه في الجسم اللي هي صعب انه ممكن يكونها، فاكيد حتكون عنده انيميا ومشاكل اخرى في الدم. السبب الاخر للنحافه اللي الناس مش عارفينها مش الغده الدرقيه فقط، انها المشكله تكون بسبب الكبد. ليه؟ الغده الدرقيه طبعا هي اللي بتنتج تي 4 ويتحول في الكبد الى تي 3، فلما يكون عندي مشكله في الكبد تكون عندي مشكله في انتاج اللي هو هرمون خاص بالغده الدرقيه اللي هو تي 3، ويكون معدل الحرق عالي جدا عند الشخص. وسبحان الله الحرق اللي ناتج طبعا من نشاط الغده الدرقيه داير زي محرك الطياره، يعني يحرق كل الجسم. اي طبعا. النحافة الصعبة اللي يعني أغلبنا كمختصين نخافوا منها وحتى علاجها يكون فيه صعوبة، اللي هي الناتجة من الجهاز العصبي. كيف؟ سبحان الله، في بعض الناس تخيلوا معايا عند بيت، في دار وصالة ومطبخ، انت قاعدة في الصالة مولعة ضي الصالة ومولعة التلفزيون، وفي نفس عشان قاعدة في الصالة فتستهلك في الكهرباء، في نفس الوقت مشغلة كهرباء الصالة وكهرباء المطبخ،
قاعدات ساعة ساعة تضاي تصرف وانت ما تستخدميش فيه، تستفادي من ولا حاجة. ففي بعض الناس وهو مقعمز أصلا ما يديرش في أي مجهود، مثلا يفكر بس لا وجسمه يحرق، جسمه يحرق. فهذه طبعا في بعض الناس هذه أصعب، في عندهم سهولة الحرق هي مرات ميزة ومرات عيب دكتور. أي لا هذه ما عندهم عيب مبالغ فيها، هذه لا هي حالات موجودة. كذلك اللي هم عندهم بعض الاضطرابات، اضطرابات الأكل حتى هي خاشة في الجهاز العصبي، من ضمن الناس اللي صعب نعالجهم إلا بمعالج نفسي كويس. نجي الآن مثلا كيف بنعالج مشكلة النحافة. أول شيء إحنا كمعالجين بالتغذية، لما يجيني مريض نطلب منه مجموعة من التحاليل. ممكن التحاليل هذه تكون شوي مرتفعة في الثمن، لكن ممكن نكسوها على مريض النحافة بالتجربة، ندخل له 4 خطوط علاجية. هي مش بكثرة كثرة الأكل، مثلا أطعمة بسيطة جدا ممكن الإنسان يستفيد منها، وهي أطعمة مثالية لاكتساب الوزن. زي مثلا أول خط الجسم، لما نجيب نبني لازم بنبني العضلات بعدين نبني طبقة دهنية، بعدين بنبني طبقة عضلية عشان الجسم يحافظ على الوزن اللي اكتسبه. مش مثلا في أول مرض أو أول مثلا مشكلة صحية أو عصبية يخسر طبقة الدهون. فأول شيء سبحان الله بناء جسم الإنسان زي بناء المعمار، يعني يهدم نقدر نهدموه بسرعة، لكن البناء محتاج شهور طويلة ومحتاج حتى لسنوات. فأول حاجة بنحط الأساسات المهمة في بناء الجسم اللي هو بناء العضلات. فأنا لما بنبني العضلات أول حاجة نقدر نستخدم عصير الجزر في الفطور، ممكن ناخذ معاه الشوفان ككربوهيدرات بسيطة، وكذلك الجسم ممكن يستفيد منها. احنا على شنو بنينا تغذية مرضى النحافة؟ بنيناها سبحان الله على تطور بناء الطفل. لما يولد يكون احيانا وزنه من 4 ل5 كيلو، فلما يتغذى بس على حليب أمه، حليب أمه 88% ماء و7% تقريبا كربوهيدرات، 4% دهون، 1% بروتين. فهنا نربط الكربوهيدرات بالدهون. مثلا من الوجبات المهمة اللي احنا نبدأ بها الحليب الرايب أو الحليب الصحي اللي احنا مثلا نكون متأكدين منه، نخلط معاه 2 ملعقة من جوز الهند. هذه جوز الهند لأنها دهون صحية يقدر الإنسان يستفيد منها، نخلطها كوجبات أساسية أمتى؟ هذه في الفطور. ولازم يمارس الرياضة، والرياضة هذه مش أي رياضة، رياضة رفع الأثقال باش يقوي العصبة، يقوي العضلة أسفة. مربوط أصلا كل عضلة مربوطة بالعصب، لازم نقوي حتى هو العصب، لازم ندخله هنا فيتامين بي عن طريق الأكل، يا إما عن طريق الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني. مهمة جدا إن الواحد اللي بيزيد في وزنه يدخلها، فيها كمية دهون كويسة، فيها كمية دهون. وكذلك هذه طبعا فيها فيتامين بي المركب عشان نقوي العصب. كذلك طبعا الفقرة فيها كلام واجد، لكن الناس اللي عندهم نحافة وراثية، هذه طبعا قلنا لازم نحددوها بالتحاليل. عندي وصفة ليهم يقدروا ياخدوها الصبح على الريق، اللي هي ملعقة حبة بركة صغيرة وملعقة خميرة مع ملعقة عسل، وأفضل العسل ليهم هو العسل الأسود، ياخدوها على الريق. هذه تبدأ تعطيهم زي كأنها فاتح شهية، لكن يبتعدوا عن فواتح الشهية اللي يمشوا ياخدوا فيها من الصيدلية أو اللي هي الفيتامينات، لأنها تلعب على الجهاز العصبي، وبالعكس هذه تزيد تخلي الجسم يزيد يحرق. ان شاء الله نحاولوا الحلقه الجايه نتكلموا بتوسع عن الموضوع هذا، لانه بالفعل يهم الناس. في ناس هل بتعاني من النحافه وتحاول كيف تبني جسمها من اول جديد، يحاولوا اقل شيء يوصلوا للوزن المثالي. اكيد دكتوره لك
ان شاء الله. لا ان شاء الله، لان كثيرين جدا طلبوا اني انا اكلمهم على مشكله النحافه. أنا ان شاء الله حنخلوها في فقرات وردوا عليهم، واليوم ان شاء الله الليل في اللايف في صفحه وصلت شفاء حنرد ونكمل بقيه الموضوع باذن الله على الساعه 9. يعطيك الصحه دكتور، بارك الله فيك وانستينا وسامحينا ديما الوقت واخذينا. والله ان شاء الله يسامحونا المشاهدين خاصه الناحفين. صح. لا لا باذن الله حنكمل معاكم باذن الله. مريوة مسابقه استلمي. طبعا مشاهدينا خلونا نذكركم بالمسابقه، خلونا نذكركم بمسابقة، مسابقة اليوم الهدية الأولى مقدمة من آفرين لتنسيق المناسبات الاجتماعية، كوبون بقاعة في آي بي. الهدية الثانية مساحة عمل ودراسة مقدمة من سبيس 340 لمدة شهر كامل. الهدية الثالثة نوفا كلينيك تقدم لكم جلسة نظارة وجلسة تفتيح للبشرة. طبعا مشاهدينا حيتم السحب عشوائي لليوم، نخلو بشرة تسحب ولا نسحب أنا؟ لا لا أسحب أنا، تليفوني غادي أو جاية. خلينا نجيك نرجع لك ثاني بشرى. أنا مش مفتوح عندي، عندي مشكلة تمام عندي اللايف أنا، وحنسحبه أنا وياك يا بشرى. يلا هاي. طبعا السحب حيكون مشاهدينا من التعليقات اللي علقتوها اليوم. التعليقات أوكي. خذيهم كلهم. علاش تطلع؟ ما فهمتش. أوكي تمام هم خذيهم هاي. يطلعوا شوية. على شو صاير اليوم جديات؟ في مشكله عندي حتى انا عندي مشكله في البت هيك من اللايف يطلعوا. يلا هاي اوكي مش حيطلعوا كلهم لكن مش مشكله اللي عنده حظ حيربح. خل مشاهدينا اما كاميرا، الكاميرا قدامي هذه صح. اوكي تمام. ها مشاهدينا طبعا هذه التعليقات وحيكون الاختيار عشوائي، ناخذه من معانا مروة المنصور أول رابحة معنا لليوم. مروة المنصور ألف مبروك يا مروة، فزتي جائزة مقدمة من أفرين لتنسيق المناسبات الاجتماعية كوبون بقاعة في آي بي. الثاني بشرى نعطيك أنت تسحبي. كملي 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 تمام. خلي نكملوا مشاهدينا، أنا ما عادش عرفت كاميرا هذه ولا هذه. تمام أوكي تمام. خلي نشوفوا التعليقات الأولى مشاهدينا، نشوفوا هذه الفائز الثاني اللي هي سواري اي دي، ما عرفتش سواري كاتبة بعد. تمام ألف مبروك ليك يا سواري. الهدية الثانية مساحة عمل ودراسة مقدمة من سبيس 340 لمدة شهر كامل، ألف مبروك. ندير لأن نسيت ما درتش سكرين شوت الأولى أنا. نشوفوا الجائزة الثالثة مشاهدينا حتكون من نصيب شكون. خلينا نشوفوا التعليقات من هنا. أوكي الرابح الثالث اليوم اللي هي روزا روز، طبعا ألف مبروك يا روزا. هدية الثالثة مقدمة من نوفا كلينيك اللي هي جلسة تفتيح ونظارة للبشرة. ألف مبروك يا نيروز. صاحبة قهوة روزا روزا. ألف مبروك يا نيروز، طبعا فزتي معنا. صديقتنا من زوارة أكيد. الهدية. مميزات جدا. تستاهل. كانت ضيفة معنا. حلو. حلو يا نيروز، إن شاء الله تسمعي فينا، وأكيد الجائزة مقدمة من نوفا كلينيك اللي هي جلسة نظارة وتفتيح للبشرة. بعت لك قهوة، لازم تذوقي قهوتها. لا نبي قهوة. نيروز نبي قهوة، نستنى فيك بشرى قالت. شكرا للجميع، حلقة جميلة بوجودكم، وألف مبروك لكل الفائزين، يعطيكم الصحة، شكرا لكل من كان معنا اليوم، نلقوكم إن شاء الله يوم الأربعاء بعون الله. إن شاء الله. على خير، مع السلامة. مع السلامة. Thank you.
ديرما لايف كلينيك المتخصصة في الطب والجراحة التجميلية وعلاج كافة الأمراض الجلدية الشائع منها والنادر، بالإضافة إلى التغذية والتخسيس والباطنة وأمراض الدم، إزالة الثالوث والأكياس الدهنية واستخلاص البلازما بجهاز CGF والكث وإعادة حقنها. ديرما لايف الأفضل في ليبيا بتقنيات متطورة في تنظيف البشرة وإزالة الشعر بالليزر وإزالة الوشم وعلاج الدوال والتقشير، الكشف وتقنيات العناية بالشعر وأجهزة نحت الجسم وحرق الدهون وتجميدها وتحسين الجلد، كل هذا على أيدي نخبة من أفضل الإخصائيين. كما نقبل التعامل بالبطاقات المصرفية. ديرما لايف كلينيك، بوابتك الأولى نحو الجمال. قوام رشيق وجذاب؟ هل مللتي من محاولة إنقاص وزنك ولم تنجحي وترغبين في إجراء عمليات شفط للدهون أو التنحيف؟ فورم لايف، أول منتج في ليبيا للتخسيس وحرق الدهون بشكل آمن وطبيعي، ومذاقه لذيذ وطريقة تناوله سهلة جدا، وذلك لأنه مكون من ماء مقطر مستخلص من أعشاب طبيعية، وبذلك فهو آمن. قدم من شركة بشاشة لاستيراد الأدوية والمكملات الغذائية. فورم لايف، طريقك الآمن للجمال. هذا البرنامج برعاية